نتيجة لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة منها الغذائية، تسجل أسواق بلدية عزوفان للحلفاء لم تشهده من قبل. وإن حذر البعض يقتني فقط ما تيسر من المستلزمات لكن بأثمان باهظة، ما أثار تذمر العديد من المواطنين خاصة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى والضعيفة. حتى واحد ما ديق. حتى الطبقة كانت متوسطة ولا الطبقة الفقير، قالوا في البلاد 10 من الناس يأكلوا ويشربوا، باقي الكل تحت الصفر، ولت كله تحت الصفر. باعتبار انه احنا في منتصف الشهر وامكانيات المواطن مازال ما عادش خالط حتى باش يشري اقل ما يمكن حتى باش يعمل شكشوكه. اضافه يعني مع الغلاء نتاع الخضر والغلال والمعيشه وكذا، معناها ثم الدواء، ثم القرايه، ثم الضوء، ثم الماء، معناها انا نخلص تو مثلا فوق معناها 2000 دينار، فهمتني؟ ما عادش قادره. معناتها احنا طبقه معناتها متوسطه مانيش خالطين مع الناس اللي اقل، معناتها فما ناس مش قادرين حتى باش ياكلوا باش يتعشوا ولا حتى انا نشوف فيهم بعيني. ضعف المقدره الشرائيه لشريحه هامه مكونه للمجتمع وتراجع استهلاك العديد من العائلات التونسيه يشكل وفق خبراء في الاقتصاد خطرا على وضع الماليه العموميه للدوله، لاعتبارها تواجه تضخم مالي مقابل ركود اقتصادي، مشيرين الى ان نسق التضخم سيواصل في الارتفاع، ما ينبئ باندثار الطبقه الوسطى ومزيد اضعاف الطبقه الفقيره في تونس. لسنا متساوين امام التضخم المالي. كل التوانسه اللي عندهم دخل قار سواء كانوا في القطاع العام او القطاع الخاص او عندهم جرائد تقاعد، ما عندهم حتى طريقه للدفاع على انفسهم امام التضخم المالي، وهذا يؤدي من ضمن ما يؤدي الى اضعاف ما يسمى بالطبقه الوسطى. تراجع نتاع الاستهلاك بصفة عامة اللي هو ينجم يمثل اختار أكثر للاقتصاد التونسي، لأنه النمو في تونس في السنوات هذه خاصة في السنوات الأخرين الزوز أكثر جاي من الاستهلاك، ما جاي من الاستثمار ولا من تطور الصادرات. يعني إذا كان نكملوا نمسوا محرك الاستهلاك باش يزيد يأثر، وهنا قاعدين دخلنا في دائرة مغلقة غير جيدة للاقتصاد الوطني. ونظرا لصعوبة الوضع دعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة تحد من ارتفاع التضخم وتضمن تعبئة الموارد المالية للدولة. نسب التضخم اللي من المنتظر أنها تقعد مرتفعة بالنسبة للأشهر القادمة بفعل الأزمة الأوكرانية، التداعيات متاعها على الأسعار تاع المحروقات وأيضا متاع المعادن الهامة والمواد الأولية والمواد الغذائية، هذايا من المفروض أنه الدولة التونسية والحكومة التونسية تعاون الاقتصاد الوطني، تحافظ على المقدرة الشرائية، تحافظ على المؤسسات نتاعها. نحن في حاجة إلى عملية إنقاذ سريعة فيها متطلبات عديدة، منها الآن مثلا في وضع تونس أنه يعني تتكاتف كل الجهود باش نوصلوا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولو كان منقوصا، وسيكون منقوص حسب نظام الحصص نتاع صندوق النقد الدولي، ولكن معليش حتى منقوص يساعدنا على إعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة. ثم أنا كنت اقترحت إعلان يعني حالة طوارئ اقتصادية ومالية في تونس، ثم الاقتراح الثالث هو تكوين خلية أزمة دائمة حول رئيس الجمهورية. جملة من المقترحات يأمل من خلالها الخبراء أن تساعد على مجابهة مخاطر التضخم المالي وأن تحد من تآكل الطبقة الوسطى في